الصدقات وحصاد الخير، شهر القرآن شهر الإحسان، فيه الإنسان بفيد للغير. نتكافل فيه ونتواصل، نتعاون فيه ونتعامل، عون المحتاج صلة الأرحام، رمضان التزكية والإيثار، رمضان مشروع الاستغفار، تزهر ساعات صيام قيام، قم ضاعف بدلنا في رمضان بزكاة طهارة مالك مال، والعمل الجار يبقى شعارنا، نتعايش حب أخوان أخوان، نتكاتف من أجل السودان. متضايق يعني؟ شنو؟ هلا دايات ديل ممكن تقولي كده حجارة بتتخطى عشان تخط فيها الحل من فوق ولا عدي حتى النار؟ لما دايات تبع الدايات ولا ما اول مره اسمع الكلمه شيء شيء دايات يعني زي الطوب كده بتخط فيها الصج صج بتاع الغاز صح؟ عليكم يا حاج زكي. وعليكم السلام. ان شاء الله الليله على وين يا حاج زكي؟ الليله نفره الخلاوي دي بيقوم بها ديوان الزكاه، عباره عن دعم عيني ونقدي يقدم للخلاوي خاصه طلاب الخلاوي الداخليين فقط. تم رصد مبلغ 48,592,200 جنيه لدعم عدد 2,701 خلوة بمواد عينية ومبالغ نقدية. يعني شنو؟ والخلاوي دي بتعرفوها كيف؟ تم حصر الخلاوي بالولاية وإعداد سجل الخلاوي موضحا لعدد الطلاب الداخليين وخارجين والمشرف على الخلوة. تصنيف الخلاوي إلى كبيرة وصغيرة ومتوسطة، مع تحديد الخلاوي التي تتلقى دعم المركز، تحديد الخلاوي التي تتم تمليكها مشروعات والمرشحة لذلك. يتم استخراج الدعم نقدا أو عينا باسم الخلوة. يتم الاحتفال بنفرة الخلاوي في الأسبوع الأخير من شهر شعبان. يتم رفع تقرير مفصل عن الخلاوي التي دعمت والتكلفة الإجمالية. Thank you.
رمضان كريم وتصوم وتفطر على خير، وكل الأمة الإسلامية صوم ونفطر على خير إن شاء الله، وربنا يتقبل منا الصيام إيمانا واحتسابا. فما شاء الله الجلسة طيبة وسمحة، ونحن كده واحد منكم يعرفنا بالجلسة ذاته، انتوا تلميتوا كيف أصحاب ولا أسرة ولا نعرفكم أول حاجة بعد ذاك نشوف إنه نحن نتكلم في شنو مش كده. فالأولى إنه نحن نعرفكم أول حاجة بعد ذاك نشوف إنه الحاجة اللي بنتكلم فيها شنو، ياتوا موضوع مناسب لحالتكم انتوا. والله نحن تلمينا إننا الاسم يوسف رضا عبد العزيز، نسكن في المجاهدين، كلنا قاعدين كأصحاب كده يعني. تمينا في المدرسة كنا نعمل لنا يعني سكن نسكن كلنا مع بعض، عملناه كلنا وقعدنا فيه. طيب انتم ما دام اصحاب، انا داير اقول في حاجات كده مرات بتقوي الصحبة، من الاشياء اللي بتقوي الصحبة انه تكون في هدية مش كده، والهدايا دي لانه حتى في الوصف يعني الرسول شجعنا عليه الصلاة والسلام يعني الهدية دي بتزيد من قوة الزول وتهاد وتحاب الكلام اللي بتقال في الهدية. فأنا ما أعرف أي زول فيكم هل الهدية دي بتمثل له كده حاجة، وهل الهدية دي شرط إنها تكون يعني في زمان الناس بيقولوا قال الهدية مقبولة لو كانت قشرة فولة، ديل الجمال كانوا تعبانين بقشرة الفول، لكن أنا ما أعرف هسه عندكم الهدية شكله كيف. فكده نحن نسمع مشاركات منكم وأي زول فيكم يورينا، وبعد ذاك برضو نشجع أخواننا وكل الأسر وكل الأصحاب في إنه كيف الزول يقوي علاقته ويكون حريص على إنه علاقته يعني الهدية ذاته يبتغي فيها فرحة أخوه، والفرحة دي فيها يعني هدية إيمانية كده ربنا أداها للناس، وإنه الزول برسم البهجة والسرور على وجه أخوه. يعني البسمة دي ذات الرسول سماها إنها هي من نوع من أنواع الصدقات اللي أصلا الناس قد يكون ما جايبين لها خبر. فكده نحن نسمع أي زول فيكم في الموضوع ده. هدية دي شيء مهم شديد يعني بتقوي الصلاة، يعني لما نصابك ديك هدية يعني بتحس بيها يعني. والله حاجة بس بتعبر عن يعني علاقتك بالزول بداك الهدية ده. الهدية ده والله حاجة يعني بتقوي الرابطة بين الأصحاب. قلت له وديته الليلة مثلا هدية، خذها بكرة حيرجع لك، وتاني انت حترجع له، وتاني هتتحادوا وحتقوى الصحابة بيناتكم. يعني حاجة مهمة والله الهدية دي. والشي الجميل في الهدية انه زول ما يكون حريص انه يردها، لكن الجميل انه في ناس الهدايا دي بيحتفظوا بيها لفترات طويلة، بيقول والله يا اخي دي هدية من صاحبي في زمن كده. بل في ناس يعني مع العالم الماشي ده بيقوا يوثقوا ليها، اليوم اللي جاب له الهدية يتصوروا ويكون خاتة الهدية دي عنده لفترة طويلة، يقول والله يا الصورة دي انا التقطتها لا من فلان جاب لي هدية وانا استلمتها منه، مع انه اصلا الهدية ما مسألة بتاعت عادات وتقاليد ولا يعني شعور طبيعي انه يعني فيه صلة دينية، انه الزول اللي قدم الهدية يعني ده مطلب ديني في المقام الاول. المقام الثاني انه هو يعني اداك مدى شعوره بيك انت، الزول ده حس بيك انك انت قريب منه شديد، يعني الزول يصل لدرجة انه يهدي لك معناه خطاك في مكانة خاصة جواه، زي ما نحن قاعدين نقول مكانة خاصة جواه دي معناه يعني حاجة تانية مش كده. فكده نحن نسمع اخواننا دين الهدية، الزول لما يعني يقدم لي هدية ينظر لقيمتها يعني المعنوية، ما تكون يعني يفكر في قيمتها المادية، وإحساس يعني الزول اللي ادى الهدية إحساسه تجاوش يعني بيكون إحساس جميل يعني، ويتقبل يعني بنية طيبة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تهادوا تحابوا، فهذا قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لابد من أن هناك يعني أثر كبير وراء هذا القول. فيعني أنا عندما يهديني إنسان يعني وإن كان يعني أقل شيء، فأنا أجد أن يعني هذا الشخص يعني هو يحبني كثيرا، أو يعني هو يعني أحيانا عندما يقدم لك الشخص هدية فتظن أن هذا الشخص ربما هو يعني يريدك من قلبه، أو هو مقرب إليك، أو أن هناك يعني شيء يعني يجمع بينكما. فالهدية لها يعني أثر كبير في الجانب النفسي، ولكن يعني في يعني بعض الأشخاص الهدية هديتان،
هناك من يهدي هدية ويريد المقابل. وأتذكر يعني عندما كنا في الصغر أحيانا يعني نهدي الشخص شيئا وعندما نزعل منه يعني نعود في هديتنا. طيب نحن نقول إنه الهدية زي ما هو قال الهدية هديتين. نحن دايرين نقول انه نحن دايرين ناخذ الهديه من الجانب الطيب. الجانب الطيب انه لا من نهدي الهديه دي نخليها انها هي اشياء تقربنا وتخلينا نحن قريبين من بعض روحيا واخلاقيا. وعشان كده الهديه ذات حتى ما بتختصر فقط على الاصدقاء يعني. يعني مش انه صاحبي انا ممكن اهدي لامي، اهدي لابوي، اهدي لاخواني في البيت، لاعمامي، لاقربائي، لاي زول انا بحس انه عندي به صله انا بهدي عشان اقوي الصله اذا كانت اسريه او اخويه او ايا كان شكله. وما اجمل الهدايا لا من تكون للوالدين يعني. ده يمكن يكون افضل الهدايا وارقاها واجملها واعلاها منزله عند الله سبحانه وتعالى، لانه كونه نحن نفرحهم يعني ده موقف اخر. إنه نحن نبر والدينا لدرجة إنه نقدم لهم هدية عشان نفرحهم بها في أوقات الفرحة، وهدية الإبن للأب وللأم ولكده دي موقف مختلف تماما يعني، ما بكون زي هدية الصديق. عشان كده نحن نقول نشجع كل الذين يعني أي زول بيقدم هدية نحن نقول له ابتغي في هديتك إنه يكون لوجه الله خالص، ما تقدمها عشان يجيبوا لك أو ما يكون ورا مفهوم كده مش كده. أي ما تقول والله فلان ده أنا هدي له عشان كده، أو ما تهدي لزول برضو هدية بمجرد إنه هو يعني زول مكانته في المجتمع أو لأنه هو مسؤول مثلا، أنت بتهدي له عشان تتقرب منه لأنه هو مسؤول، أو بتهدي له عشان تتقرب منه لأنه هو غني، أو بتهدي له عشان تتقرب منه لأنه كل الناس بيريده. يعني يكون المسألة إنه من دواخلك، وفي دواخلك ذاته تكون تصدق فيها الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يديك مقابل ثواب وأجر ما يكون يعني هي معمولة لعشان الناس يقولوا. فنقول شكرا إنكم أنتوا اديتونا المساحة الطيبة دي قعدنا معاكم فيها، وشكرا إنه اديتونا من زمنكم يعني، نحن شاكرين ومقدرين لكم. ونقول رمضان كريم، والظريف ده فوقه التذكرة بتاعت العاب، أنا ما أعرف اللي بيلعب من وين ما بيلعب تذكرة بتاعت العاب. فنحن نقول إن شاء الله زي ما نحن قعدنا معاكم وزمن طيب وضحكتوا معانا وتكلمتوا معانا في كلام خير ووصلتوا رسالة، برضو نحن نقول لكم إن شاء الله تستمتعوا بالظريف ده. ونقول رمضان كريم وشكرا لكم، السلام عليكم. مفاجأة منتزه الرياض العائلي، صالة ألعاب الإلكترونية بأحدث الألعاب اليابانية، تفضلوا بزيارتنا لتلعبوا بأمتع اللحظات وأجمل الذكريات. موقعنا الخرطوم، الرياض شرق مطار الخرطوم، منتزه الرياض، ملتقى الأسرة والأطفال الأول في السودان. أهلا بكم. نحن فيك بسرتوينا سلسبيل العلم كوثر، نهر جاري في دمانا لعقولنا يضوي يبهر، في طريقنا وفي مسيرنا تبقى شمعة ويبقى جو، في طريقنا وفي مسيرنا تبقى شمعة ويبقى جو. بوسم الهوية وصوتنا الثقافي ندير التنوع رياضة وتصافي، نعزز غيمنا سلام العوافي سلام العوافي، مشروعنا الثقافي طريق الصدارة وعالي الفنون والغيم والحضارة، وبين الشعوب للتواصل سفارة سلام العوافي، مهرجان الثقافة رسالة ويام مغنيات الوطن والكتاب التزام، صوت الثقافة سفير للسلام سلام العوافي. مفاجأة منتزه الرياض العائلي، صالة ألعاب الإلكترونية بأحدث الألعاب اليابانية،
تفضلوا بزيارتنا لتلعبوا بأمتع اللحظات وأجمل الذكريات. موقعنا الخرطوم، الرياض، شرق مطار الخرطوم، منتزه الرياض، ملتقى الأسرة والأطفال الأول في السودان. أهلا بكم. السلام والسلام يعني الفهم يرفع والقلم يبني، التصافي سلام والسلام يعني الفهم يرفع والقلم يبني، الطرا يزرع والوطن يجني. الناس في بلدي يصنعون المحبة والسلام، نحن أمة عامرة هي بالثقافة بالمحبة بالتواصل وبالسلام، دعونا نتخذ من الثقافة من التراث مداخل للمحبة والسلام والاتفاق. إيمان أحمد فعلا. يا عزيز السلام للسودان ضمان، والله حنختم بغيظة يا غيظة، ما حضرتها، هل حصل فيها شو؟ قبضوا الملك، قتلوا وخطفوا بنتي. طبعا علينا، لكن أكيد ده أخوها الخاين ده، مش؟ طبعا أصلا هما قاعد يحبوا بزوجة أخوه. أمي ماشي ألعب مع أصحابي. أمشي أمشي. أها، وقبضوها ولا هربت؟ هربت، لكن شكله في الحلقة حقت الليلة هيقبضوها. أيوة الخطأ. يا نوريستا يا اخي روديا، الو يا نوري، كيف حالك يا اخي؟ امبارح اتصلت عليك لقيت تليفونك مقفول. يا زول انا والله انا نايم قدام التلفزيون. لا لا، ده نزال خطير يا جون سينا وورتين يا اخي. يا زول انا بالحداك بتصل عليك بعد المباراه. يلا يلا تمام بيا بيا. يا ولد جيب لنا اكشن. يا ابو خلينا نحضر المسلسل ده. نبي انت مسلسل لسه ولا شيطان يا بلا كرتون بلا بتاع؟ قوم يا عم هرجع بيتي بينا، جيب الريموت ده. يا ابو خلينا نحضر حبه يا اخي، جيب الريموت ده بلا مسلسل معاك. المسلسل ده بالله لا هسه شغال؟ ما انتهى، جرب لكن ده الجزء الرابع الحلقة 204. والله عندك طول البال غريبة خلاص يا اخي. اها، وده منه؟ ده اخوها؟ لا، ده راجل عمتها. الله يقول لك كلام، المسلسلات المدبلجة دي يا اخي ما بتشبهنا، لا بتشبع عاداتنا ولا تقاليدنا. يقول لك كلام؟ والله فيها مشاكل ما كويسة عليك. لا لا لا، انا ما قادر ما قادر ما قادر عديل استحمل الوضع ده، ولا ده صعب معي شريك. انا سمعت ابوي يقول لامي المسلسل اللي بتحضريه ده فيه مشاهد ما كويسه، وعم مصارع اللي بيحضر فادي مشاهده كويسه. يا فني شو يا اخي، يا فني شو يا اخي، يا كويس انك جيت عشان تشوف الفيلم. يا ولد شو ده؟ ضربك شريط؟ دامبي. وين جد بالك؟ كنت قاعد العب معه، بعدين قال لي راح نصارع، قرب كان فنشو.
بعدين فنشنا على الكباب. لا حول والدي؟ لا حول. انت فنشت شو؟ الكرتون بدأ، أخيرا رح نرتاح في تلفزيوننا.